الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليك. حياك الله للا. شكرا لهذا البرنامج. بارك الله فيك للا فاطمة. أنا فاطمة، بغيتك تدعي معايا. يا مرحبا. أمور ديالي الشخصية زعما في الزواج وداك الشيء، وبغيتك تدعي معايا حيت كنتمنى ربي يهديني ونقنن نصلي نعمل قيام الليل ونصلي الفجر وما كنقدرش. بغيت نتقرب من الله وندعي نسير ربي يحقق لي الأحلام ديالي. يا ربي يا ربي يا كريمة بنتي. الشيء اللي كنتمنى، بغيتك تدعي معايا ودعيتها مع الأخ ديالو، بغيت نمارسها في عمي، بغيت ندوي معاك الله يخليك. واخا بنتي فاطمة مرحبا، ندوزك الستوندار إن شاء الله. شكرا لك فاطمة، وما طلبته هو من الاحتياجات الضرورية في الحياة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أي فتاة لما تبلغ سن معين فإنها ترغب في الزواج وترغب في الحمل، وأقصى أمنيتها أن تكون أم مرضع ومربية وتكون لها أسرة. هذه من المتطلبات الضرورية للحياة، وإن شاء الله غتكون بإذن الله، هتربي قسم الأرزاق وغادي يعطي. لكن أحيانا قد يتأخر الفرج، وتشعر الفتاة بأن الأيام تمضي والقطار يسير والناس يتساءلون، بقى ما تزوجات، بقى مازال ما سهلش عليها الله تعالى، فكتشعر الفتاة بنوع من الإحباط. نحن بنتي فاطمة باعتبارنا مؤمنين، المؤمن لا يصاب بالإحباط، المؤمن ما كيعرفش الخوف وما كيعرفش الحزن، هذه من صفة المؤمن. قد يقع له ما يقع لأنه بشر، لأنه من عواطف، ولأنه من عنده أحاسيس ومشاعر، قد يقع له شيء من الصدمات وشيء من الجراحات والآهات ويبكي ويحزن، لكن لمدة قصيرة جدا قصيرة جدا، قد تكون لحظات، قد تكون يوما أو بعض يوم، ولا تتجاوز في كل حال 3 أيام. أما إذا فاتت أيام وبقي مزاك يقول لك أنا حزين، أنا مهموم، أنا ما عندي زهر، هذا خاصه في الأول يناقش قضية إيمان بالله، لأن الإيمان بالله ربنا وعد، قال عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واللي بغينا غلقوها. أول حاجة ربنا عز وجل كمؤمنين كيعطينا الله تعالى القناعة بالقليل، الله يجعل البركة، وضعك مريح، مقامك حيث أقامك، في محطك ربي عز وجل هو يتنزه في ملكه، فعال لما يريد، كيف بغى لي يحطني وأنا راضي بالقسمة. أول حاجة كيعطينا ربنا عز وجل هو الرضا بالقليل والقناعة بالقليل، ثم عندنا الطموح، فنسلك الأساليب المباحة والأساليب المشروعة للوصول إلى الأهداف المنشودة. لكن إذا تعذر علينا ماذا نفعل؟ نرفع أكفنا إلى الباري، وربنا عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم يعيد تقسيم الأرزاق على العباد، ويقسم السعد على العباد، ويقسم النعم على الخلق، فأنا واحد من خلق الله، عوض أن أمد يدي إلى الخلق نقول لهم عاونوني وأعطيوني وشوفوا من حالي، حاشا وكلا، غتكون فررت من الله إلى الخلق، وكأنك تشكو الخالق للمخلوقين. أبدا، المؤمن يرفع فقط يديه إلى ربه ويقول يا ربي إني مظلوم فانتصر، يا ربي إني فقير فاغنني، يا ربي إنني عريان فاكسوني، يا ربي إني جائع فأطعمني، يا ربي إنني محتاج فأكرمني. وربنا الكريم اللي بغيتيها لالا فاطمة، واحد الزوج يكون صالح ويكون ميسور ويكون مستور، وجود ربي عز وجل خلق منهم الآلاف المؤلفة. إذا شاء ربك عز وجل اختار لك وانتقى لك واصطفى لك أطيبهم وأفضلهم وجعله من نصيبك، كيف ذلك؟ بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، ربنا عز وجل جعل بيننا وبينه خيطا لا يكاد ينقطع، وهو خيط الدعاء. حتى بقية العبادات كنأديوها وكنساليو، لكن الدعاء في حرارة، كيبقى الروح ديال العبد متصلة بالمعبود،
والدعاء ما فيه لا وضوء، ما فيه لا قبلة، ما فيه لا شروط، فقط غير الإخلاص والنية. وقولوا بحرقة وربنا يعطيك ما تشاء. فبنتي فاطمة أسأل الله الواحد الأحد أن يرفع عنك كل مانع وكل عكوسات، وأن يرزقك القبول في الأرض والسماء، وأن يختار لك أجود وأنبل الخلق يكون زوجا من نصيبك، ويعطيك معه حياة مستقرة، ويرزقك منه درية طيبة، ويجمع شملك ويؤلف بين العائلة، ويحقق رجاءك في القريب العاجل. وكل من قال آمين أرزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.